السلام عليكم. احنا اليوم متواجدين في كنيسة دير اللاتين، هذا المكان اللي فيه نازحين من أهلنا المسيحية اللي بيعيشوا معنا أجواء الحرب اللي بيعيشها أهلنا في شمال قطاع غزة وفي كل قطاع غزة. طبعا الحرب ما فرقت بين مسلم وبين مسيحي. موجودين في هذا المكان، راح نقدم لهم وجبات طعام من فريق ملهم التطوع المتواصل لحد هذا اليوم لدعم صمود أهلنا في شمال قطاع غزة.